اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. لك الحمد ربنا أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد ربنا أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق، وأنك سبحانك تبعث من في القبور. إخوتنا إخوة الإيمان، ما أحوجنا ونحن في خواتيم شهر شعبان، ذاك الشهر المحبب للنبي المصطفى العدنان، والذي كان يكثر فيه من الصيام، فسئل صلى الله عليه وسلم عن كثرة الصيام في شهر شعبان فقال: ذاك شهر بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وشهر شعبان هو شهر تحويل القبلة إرضاء للنبي المصطفى العدنان، وشهر شعبان فيه برئت السيدة عائشة من حديث الإفك المفترى، وشهر شعبان فيه ليلة مباركة هي ليلة النصف من شعبان، والتي قال عنها نبينا المصطفى العدنان: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. وشهر شعبان أنزلت فيه آية كريمة إرضاء لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى مشارف شهر رمضان، شهر نزول القرآن، ذاك الشهر الكريم الذي قال عنه نبينا المصطفى الكريم: شهر رمضان أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النيران. وشهر رمضان فيه ليلة مباركة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، وليلة القدر هي ليلة مباركة قال عنها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر من الوتر في العشر الأواخر من شهر رمضان. إخوتنا إخوة الإيمان، ونحن نجتمع اليوم على مائدة القرآن لنكرم أما راحلة كريمة كانت نعم الزوج الودود الولود لزوجها الراحل مبتبيت الكرم والجود، وكانت نعم الأم ونعم الإبنة لرجل كريم، ونعم الأخت الشقيقة لرجال أكرمين. نشارك اليوم الأسرة الكريمة عائلات عطلة، عائلات أبو عطا، وعائلات جاب الله. نشارك أسرة المرحوم الحاج كمال أبو عطا، ونشارك أيضا الوالد الكريم الحاج جمال أبو عطا، ونشارك أيضا أشقاؤها الأكرمين الكابتن محسن كمال، والمعلم سيد كمال، والمعلم عصام كمال، ونشارك أيضا الأستاذ محمود عدلي، ونشارك أيضا الأستاذ عبد الحميد جاب الله، والأستاذ حمادة جاب الله، والأستاذ أحمد جاب الله، والأستاذ أحمد النجدي، والأستاذ أمير دومة، والأستاذ طارق عبد الحميد.
ونشارك أيضا صاحب الدعوة الكريمة فضيلة الشيخ محمد أبو نصرة. هيا بنا لنعود مرة أخرى إلى ساحة القرآن الكريم ومع القارئ المخلص المجيد التالي لآيات الملك الحميد المجيد صاحب الصوت الجميل والخلق الأصيل والمعدن النفيس الجميل شيخنا مصطفى إسماعيل علم إذاعات مصر والعالم الإسلامي وقمر الليالي القرآنية بكل مكان ابن مدينة الزقازيق. ندعو الله له بالتوفيق فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد الرسول بما أنزل إليه من رب والمؤمنون كل آمن بالله وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. صلى على الحبيب وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله
رسله لا نفرق بين أحد من لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك يا ربنا. وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا نسينا أو أخطأنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ربنا ولا
تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. لما تيسر من خواتيم سورة البقرة والتي قال عنها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: نزلت علي الليلة عشر آيات كنز من تحت عرش الرحمن، من اعتاد قراءتها دخل الجنة. امتعنا بتلاوتها القارئ صاحب الصوت الجميل والخلق الأصيل والمعدن الأصيل والتالي لآيات محكم التنزيل شيخنا مصطفى إسماعيل علم إذاعات مصر والعالم الإسلامي وقمر الليالي القرآنية بالجمهورية وابن مدينة الزقازيق، شاكرين إلى حضراتكم جميعا باسم الأسرة الكريمة عائلات جاب الله وعائلات أبو عطاء، نشكر باسمهم إلى كل من شرفنا بأداء واجب العزاء. نقلنا لحضراتكم هذه التلاوة من الفراشة الفندقية الحاج أحمد أبو غنيمة وأولاده أبو نجاح شرقية، الإنارة الذهبية الحاج جودة برطوم بالرحمانية، الهندسة الإذاعية العالمية الحاج جمعة منصور، إدارة الحاج محمد جمعة منصور بالنخاس الزقازيق شرقية، واجبات ضيافة فندقية إدارة المتر حسين رأفت بالرحمانية، مصورنا الليلة لنراها كل يوم وليلة على دائرة الإنترنت العالمية، مخرجنا وعمدة المصورين مهندس ناصر صلاح. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا يتوقف إرسالنا إلى هذا الحد على أن نلتقي بحضراتكم بعد صلاة العشاء. أترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم تحياتي من أسرة المذيعين المستشار الإعلامي عبد الوهاب مصطفى عبد الوهاب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.